حول آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان أهلا بك ومرحبا بالطبع معك. التفاصيل حول آخر هذه التطورات الميدانية في هذه المرحلة التي تعتبر وتشهد فيها عدة اشتباكات كبيرة بين الجيش والدعم السريع. آخر التطورات قبل قليل صدر بيان من غرفة طوارئ جنوب الحزام. جنوب الحزام هي تقع جنوب الخرطوم أي بها منطقة مايو. حسب البيان قالوا ان هنالك مسيره قصفت المنطقه وهنالك عدد من الضحايا سقطوا. تم حصر حتى الان 2 من الضحايا امراه وعامل بالمنطقه. هذه المنطقه ايضا تشهد معارك قصف بين الجيش والدعم السريع. الجيش يقصف هذه المنطقه، يقول ان قوات الدعم السريع حولتها الى سكن عسكريه بعد ما قام بطرد السكان من احياء كثيره مجاوره الى منطقه جنوب الحزام اي جنوب الخرطوم تحديدا. هذا هو بيان قبل قليل صدر من غرفه الطوارئ جنوب الحزام. ولكن المعارك ضاريه جدا في جبهات عديده. من انقرمان قاعده طوارئ سيدنا العسكريه بدا القصف منذ الساعه الخامسه صباح اليوم. بدا قصف مكثف استهدف مواقع وتمركزات وتحركات للدعم السريع باحياء انقرمان القديمه وكذلك منطقه قنبده، وايضا استهدف القصف مزارع الحلفاي ومزارع الشنبات بمدينه خرطوم بحري. اي غريب جدا مزارع الشنبات من جسر الشنبات الذي يربط بين مدينه الخرطوم بحري ومدينه ام درمان. كذلك استهدف القصف وسط الخرطوم واستهدف منطقه جنوب الخرطوم، وايضا استهدف القصف مناطق بشرق النيل، وايضا القصف استهدف مناطق بمنطقه قنبده التي تقع في غرب ام درمان. وما زال القصف مستمر حتى الان من قاعده طوارئ سيدنا العسكريه. ايضا بالامس دارت ايضا معركه ما بين الجيش والدعم السريع في منطقة أم درمان الغريمة. الجيش قام بعمليات تمشيط كبيرة في منطقة المهندسين التي تقع بالقرب من سلاح المهندسين، وهي منطقة غريبة جدا من الجسر الذي تربط بين مدينة الخرطوم ومدينة أم درمان في الاتجاه الجنوبي الغربي. المعارك أيضا محتدمة في منطقة وسط الخرطوم. قام الدعم السريع بقصف القيادة العامة، وهذا القصف أصبح قصف يوميا. الدعم السريع يقصف بكثافة من الأحياء المجاورة أو المناطق المجاورة لقيادة الجيش يقصفها بكثافة، وما زال مواصل القصف حتى صباح اليوم. وأيضا الدعم السريع يقوم بقصف مواقع للدعم للجيش السوداني بمنطقة المدلعات، ولكن سلاح المدلعات يقوم أيضا على هذه الهجمات من قبل قوات الدعم السريع. بالنسبة للولايات التي أيضا تشهد معارك هنالك. نعم عثمان بالطبع نحن في متابعة مستمرة معك حول آخر هذه التطورات التي لم تهدأ. أشكرك شكرا جزيلا عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، شكرا جزيلا لك.